قامت جامعة مصطفى اسطنبولي كلية الآداب واللغات بولاية معسكر الملتقى الوطني الأول للغة العربية وبرامج الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال اللغة العربية وتسهيل ولوجها إلى عالم الرقمنة بمشاركة أساتذة وباحثين جامعيين من 17 مؤسسة جامعية وكذلك مجموعة من الباحثين بحضور رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بالعيد الذي أكد بدوره على المجهودات التي يقوم بها المجلس لرقي باللغة العربية في مجال الرقمنة. غنية غلبي. صالح بالعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية هي صفة مائزة في هذه اعتمدنا هذا النظام أوميكا لرقمنة المخطوطة الجزائرية، المخطوطات التي قمشناها عندنا تتجاوز 12,000 مخطوط جزائري، لكن ما وضعناه مرقما جاهز مرقما الآن 2500 وضعناه بنظام يقال له أوسيار، هذا الأوسيار هو الذكاء الصناعي يقرأ لك المخطوط. التحديات التي تواجهنا نحن في تطوير اللغة العربية كونها لغة تكتب من اليمين إلى اليسار، كونها لغة تعتمد على الجذر، كونها لغة متحركة. فيأتي الذكاء الاصطناعي ليتوج مسيرة مختبر لسانية العربية وتحرير النصوص في إطار الجمع بين ما هو لغوي وما هو تقني. كما تعلمون بأن الذكاء الاصطناعي هو مفهوم شامل يدخل ضمنه ما يسمى بعلم النفس وعلم الأعصاب البيولوجيا.